أهلا وسهلا بكم يا أحلى متابعين. في حلقة اليوم سنرى طريقة زراعة بذور التين الشوكي بعد استخراجها من الثمرة نفسها. فاكهة الفقراء، هذه الفاكهة المحبوبة والتي تختلف أسماؤها حسب الدول، فتسمى كرموس نصارى أو الهندي في الجزائر والمغرب، وتسمى البرشومي في السعودية والشوكي في مصر. للأسف أصيبت مؤخرا بالحشرة القرمزية التي اجتاحت أغلب الحقول، مما جعل هذه الفاكهة مهددة بالانقراض. نتيجة لذلك لاحظنا غلاء ثمنها بعض الشيء مؤخرا في الأسواق مقارنة مع السنوات الماضية. المهم، سنستخرج الآن البذور من الثمرة وسنرى طريقة زراعتها. عند فتحها نحترس من الأشواك الصغيرة المزعجة. استعمل أي طريقة تناسبك لاستخراج البذور. أنا أفضل طريقة المصفاة وأجدها أسهل. هناك طريقة أخرى أسهل لزراعة التين الشوكي عن طريق الألواح في أشهر 3 و9. أما موعد الزراعة بالبذرة فهو فصلي الربيع والخريف، أي أشهر 3 و4 وشهري 9 و10. نزيل كل ما يلتصق بالبذرة ونغسلها جيدا ونتركها يومان في الظل حتى تجف وتصبح هكذا. الآن هي جاهزة للزراعة. سنحتاج لزراعتها لتربة رملية أو تربة الحقل أو أي تربة خصبة، فهو يجود في معظم أنواع الأراضي. لزراعة البذور استعملت ثلث تربة عادية، ثلث رمل وثلث سماد عضوي. سنرطب التربة بالماء. نوزع البذور فوق سطح التربة بشكل منتظم. سأضع تقريبا 9 بذرات في هذا الحوض. لا تنسوا إحداث ثقوب أسفل الحوض حتى لا يتجمع ماء الري في الأسفل وتتعفن البذور. ندخل بذورنا في التربة بعمق 1 سنتيمتر تقريبا. ولضمان إنبات وإنتاج البذرة نضع الحوض في مكان دافئ داخل البيت، وهو الآن لا يحتاج لشمس مباشرة. وبعد مرور 20 يوما بدأت بذورنا في الإنبات. نسبة الإنبات الثلث، أي من أصل 9 بذرات أنتجت فقط 3. قلنا أن الزراعة تكون في الربيع والخريف، فإذا زرعت في الخريف وصادف ذلك الجو البارد فلا بد من حماية الأصيص أو الحوض أو المحبق بتغطيته حتى تتقوى الشتلات. سبحان الله، وبعد شهر تقريبا من زراعة البذرة بدأت ملامح الصبار تظهر. في الأول ظهرت فقط ورقتان سميكتان، بعدها ظهرت بين تلك الورقتان مثل ثمرة التين الشوكي. والآن نلاحظ أن النبات أصبح على شكل لوح طويل الشكل مليء بالأشواك. هو الآن يحتاج لشمس مباشرة، لذلك وضعته في مكان مشمس مع ري معتدل. وسأتابع معكم بحول الله مراحل النمو لحين الإثمار إن أطال الله في عمرنا. وكمعلومة فهو يتطلب 3 أو 4 سنوات حتى يثمر. سؤال حلقة اليوم، ماذا يسمى التين الشوكي في بلدك؟ قبل الختم إليكم هذه المعلومة، زيت التين الشوكي من أغلى الزيوت في العالم، ويصل سعر اللتر ل1000 أورو وأكثر، ولإنتاج لتر واحد يلزم 100 كيلوغرام من البذور. أجدد شكري لثقتكم في بذرة قناة الزراعة المنزلية الأفضل في وطننا العربي الأمازيغي الكبير. دمتم بخير، إلى اللقاء.